الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. الفن الأول علم المعاني، وهو علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أن انتهينا من المقدمة، وهي بحث مهم، بحث الفصاحة والبلاغة ومعرفة الفصاحة والبلاغة، يأخذ في المقصود بعلم البلاغة. ونحن قد قسمنا البلاغة إلى قسمين: قسم هو علم المعاني، وقسم هو علم البيان. وقلنا إن القسم الثالث وهو علم البديع تابع للبلاغة وليس من صميم البلاغة. وإذا كان الأمر كذلك، فلا بد أن يتحدث عن كل علم أو كل فن على حدة. فقال: الفن الأول علم المعاني. قدمه على علم البيان. لماذا قدمه على علم البيان؟ قال لك: لأن علم المعاني بمنزلة المفرد، وعلم البيان بمنزلة المركب، والمفرد مقدم على المركب طبعا. لماذا؟ لأن علم البيان هو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد في طرق مختلفة بعد رعاية مطابقة الكلام لمقتضى الحال. فكأن علم البيان مركب من علم المعاني ومن علم البيان، فكان ولا بد أن يقدم علم المعاني لأنه كالمفرد، والمفرد دائما مقدم على الإيه؟ والمفرد دائما مقدم على المركب. فمن أجل ذلك قدم علم المعاني على علم الإيه؟ على علم البيان. وقبل أن يأخذ في الشروع في مقاصد هذا الفن أو في هذا العلم اللي هو علم المعاني، أراد أن يشير إلى تعريفه علشان تستطيع أنت أن تحكم على هذا العلم من خلال ذلك التعريف. لأنهم قالوا: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فلا بد لك أن تحكم على هذا العلم من خلال ماذا؟ من خلال هذا التعريف. طيب، التعريف لماذا؟ لماذا كانت التعاريف للعلوم؟ لماذا وضعت التعاريف للعلوم؟ لماذا لم نأخذ في مسائل العلم هكذا ثم نعلمها ونعرفها ونتحدث عنها مباشرة؟ لماذا عرفناه؟ كل علم نعرفه لماذا؟ نعم؟ لا، ولكي لا يختلط بغيره يتميز، ده أمر تاني، ده حدود منطقية دي. إنما احنا عايزين نشوف لماذا وضعت التعاريف لهذه العلوم. هل الحاجة ماسة لوضع التعاريف لهذه العلوم أو ليست ماسة؟ قال لك: لا بد من تعريف لكل علم. لماذا؟ قال لك: لأن كل علم له مسائل كثيرة جدا. هذه المسائل الكثيرة تجمعها جهة واحدة، فالذي يريد أن يعطيك تعريفا لعلم فيه آلاف المسائل لا ينظر إلى تعريف العلم بالمسائل بتاعته، وإلا فإنه لن يقدر على ذلك مطلقا. يعني أنا إذا عرفت علم المعاني مثلا بالقصر والفصل والوصل والمساواة والإيجاز والإطناب وإلى آخر والمسند والمسند إليه وغير ذلك من هذه الأشياء، هل أستطيع أن أجد تعريفا شاملا لكل هذه الأشياء؟ ولا كل علم له مسائل كثيرة فيه جهة تجمع هذه المسائل الكثيرة؟ هذه الجهة هي التي أعرف بها ذلك العلم. كل مسألة من مسائل العلم ده مربوطة بتلك الجهة الأصلية،
كل مسألة من مسائل العلم مربوطة بتلك الجهة الايه؟ تلك الجهة الأصلية. هناخد مثلا قبل علم المعاني، ما نيجي نقول علم الفقه مثلا هو ايه؟ علم يعرف به الأحكام الشرعية الفرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. خلاص كده؟ طيب أدي علم الفقه. مسائل علم الفقه قد إيه؟ كثيرة جدا. الطهارة والصلاة والزكاة والحج والصيام والنكاح والطلاق وإلى آخره. طيب إيه الجهة الجامعة لهذا الأمر؟ أن أنظر إلى تلك الأدلة المفصلة ثم أستنبط منها أحكاما في كل ما يتصل بالعبادات والمعاملات. خلاص يبقى الجهة الجامعة هي إيه؟ النظر إلى تلك الأدلة واستنباط أحكام منها في كل هذه العبادات وفي المعاملات. يبقى دي الجهة الجامعة اللي هي إيه؟ تحليل الدليل واستنباط حكم منه. يبقى هذه هي الجهة الإيه؟ الجهة الجامعة. عشان كده لما بعرف الفقه أقول في إيه؟ علم كذا 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 اللي إحنا قلنا له. مفهوم؟ طيب إذا أردت أن أنظر إلى علم النحو، علم النحو ده لما حبوا يعرفوه قال لك هو علم يعرف به مثلا، عايزين نقول عليه تعريف تاني، أبنية الكلام، الكلم العربي، واخد بالك، والقواعد العربية، القواعد الموضوعة. خلينا تعريف سهل كده يعني. طيب تعريف النحو ده يعرف بأبنية الكلم العربي من حيث ايه؟ اعراب اواخر الكلم بتاعتها. الجهة الجامعة في علم النحو ايه؟ اللي هو الاعراب. مش هو الجهة الجامعة بتاعته الاعراب ده؟ يعني كلمة عامة، لما ممكن اقول لك البناء فرع ولا الاعراب فرع ولا كذا، اختلف العلماء في ذلك، بس احنا لما نيجي نتكلم كعلم هنقول عليه ايه؟ اعراب. لأن لما أقول جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى والكلمة دي مبنية على الفتح مثلا في كل أحيانها، يبقى ده إعراب. يبقى ده في الأساس إيه؟ إعراب، لأن الإعراب ده فرع الإيه يا أخوانا؟ فرع المعنى، هو اللي بيفهمني. طيب لما أجي أعرف علم البلاغة أقول هي مطابقة الكلام لمقتضى الإيه؟ لمقتضى الحال. يبقى إذن الجهة الجامعة أني أنا إذا أوردت معاني أو بيان أو بديع لابد أن أراعي مطابقة الكلام لمقتضى مين؟ لمقتضى الحال. إذن اللي عاوزين نقوله إن إحنا حين نعرف العلم، العلم له مسائل كثيرة، هذه المسائل الكثيرة تجمعها جهة واحدة ترتبط بها كل مسائله. لو جبت مسألة، لو جبت الاستعارة في علم المعاني أقول لك ده كلامك أنت مفكك، لأن الاستعارة فين الربط بتاعها؟ مفيش ربط. نعم؟ ده في علم البيان يعني، يعني فين الرابط؟ مطابقة الكلام لمقتضى الحال؟ لا مفيش. ما بتبحثش البيان، ما بيبحثوش فيه في مطابقة الكلام لمقتضى الحال. مفهوم؟ طيب يبقى مفيش جهة جامعة. فما دام في جهة جامعة رابطة أستطيع أن أعرف ذلك التعريف بتلك الإيه؟ بتلك الجهة، وبكده أستطيع أنا أن أدرك جميع أفراد مسائل هذا العلم، جميع أفراد مسائل هذا العلم الذي عرفته. خدها قاعدة معاك في كل حاجة في حياتك وانت ماشي، إن كل علم له مسائل كثيرة جدا، ولابد من رابط، ولابد من جهة جامعة. فإذا وجدت هذه الجهة الجامعة التعريف يبقى بهذه الايه؟ بهذه الجهة. ولذلك هذه الجهة هي التي تميزه عن غيره، هي التي تميزه عن ايه؟ عن غيره. عشان كده فضلوا المناطق يقول لك التعريف بالحد والتعريف مش عارف ايه والكلام ده كله، نعم، وبالرسم وكذا وكذا، كل هذه جهات تربطها، ترتبط بها المسائل الكثيرة اللي هيحددها ذلك العلم الذي سأتحدث فيه. انتهينا من القاعدة دي؟ طيب نأتي بعد ذلك إلى كلامه في التعريف. يقول هو علم. العلم هو إيه؟ هو ملكة يقتدر بها
على إدراك جزئيات كلي معين. على إدراك جزئيات، بلاش كليا عشان ما ندخلش معاكم في المتاعب، على إدراك جزئيات علم معين. مفهوم؟ يبقى ادي الملكة اهي، ادي العلم ده لما يحب حبوا يعرفوه زمان قال لك هو ملكة يقتدر بها على إدراك جزئيات علم معين تريد أن تدركه. طيب، أو أن العلم هو نفس القواعد، يعني إما أن تطلق العلم على نفس القواعد، فلو قلت لي النحو قاعدة الفاعل وقاعدة المبتدأ وقاعدة الخبر وهو علاقة، أقول لك هو ده العلم. ولو قلت لي البلاغة قاعدة المسند إليه وقاعدة المسند وقاعدة مش عارف متعلقات الفعل وقاعدة كذا، أقول لك هو ده الإيه؟ هو ده العلم. يبقى العلم إما أن نطلقه على الوسيلة التي يتحصل بها ذلك العلم، وإما أن نطلقه على نفس جزئيات العلم. حاجتين، يطلق على الوسيلة التي يتحصل بها ذلك العلم، وإما أن تطلقه على المعلوم نفسه، على المعلوم نفسه اللي هو جزئيات ذلك الإيه؟ جزئيات ذلك العلم. كويس؟ هنا بقى ملكة قلنا عليها الهيئة الإيه الراسخة في النفس، وبنكرر تاني علشان نعرف إنها عرض يختلف عن الحال، لأن الحال متحول، فإذا كانت ثابتة قارة نقول عنها إنها هيئة، وإذا كانت هيئة قلنا عنها إنها إيه ملكة. ملكة، خلاص. طب الملكة دي أنا لما أجي أعرف العلم ده، هنا بقى قال إيه؟ علم يعرف به. الشيخ في التعريف بيقول إيه؟ علم يعرف به. أيوة نعم، نشوف كده علم يعرف، ما قال ليش علم يعلم به. ليه المفروض ليه جاب كلمة يعرف دي؟ كان قال لي علم يعلم به مثلا كذا كذا، نقول له لا، أصل يعرف المعرفة تقال للإدراكات الجزئية، إدراكات الجزئية، خلاص. والعلم يقال للإدراكات الكلية، ولا يمكن لأحد مهما بلغ أن يدرك كل مسائل علم، لأن إدراك ما لا يتناهى مستحيل. إدراك ما لا يتناهى إيه؟ مستحيل. أمال أنا بعمل العلم ده ليه؟ قال لك علشان أدرك مسائله مسألة مسألة، وكلما جد منها مسألة داخلة أدركها. مفهوم يا مشايخ؟ يبقى جاب المعرفة ليه وما جابش كلمة العلم؟ قال لك لأن المعرفة إدراكاتها إدراكات جزئية، إدراكات جزئية، أو هي حالة بسيطة، والعلم حالة مركبة. يعني أنت مخير، يا تقول عبر بالمعرفة بيعرف به دون يعلم به لأن المعرفة إدراكات جزئية، والعلم دايما موضوع للإدراكات الايه العلم موضوع للإدراكات الإدراك الكلي، ولكن التعريفات في العلم ومسائل العلم بتوضع للإدراكات الجزئية ولا للكلية؟ للجزئية. العلم نفسه، العلم نفسه بصرف النظر عن كونه موضوع للإدراك أو غيره، العلم نفسه إدراكه إدراك كلي، ولكن مسائل العلم اللي بنبحثها احنا ونتعلمها، هل نتعلمها دفعة واحدة فنتعلمها بإدراك كلي ولا بإدراكات جزئية؟ جزئية. علشان لو قال علم يعلم به كان هيبقى مستحيل، يبقى الكلام مش ماشي تمام. شوف الدقة بتاعت القدماء في تعريفات العلوم، يعني دولة لا تقول لي كمبيوتر ولا تقول لي مش عارف ايه، والدماغهم ده ربنا سبحانه وتعالى فاتح عليهم فتح من عنده سبحان الله. يعني لما يقول لك علم يعلم به، طب ما كلمة ما كان كلمة ايه يعني، نقول له لا، كلمة كل كلمة عربية توضع في الموضع المناسب لها وفي المكان المناسب. فإذا كان البشر لا يضعون كلمة
إلا في مكانها المناسب، فكيف بالله عز وجل؟ إذا كان البشر اللي إدراكه إدراك محدود يحط الكلمة بحيث لا تستدرك عليه، لا يستدرك عليه شيء. أمال أنت بقى كيف تشوف القرآن الكريم وشوف الإعجاز القرآني الكريم؟ ودول على فكرة اتأثروا بمدرسة القرآن، لأن القرآن بيعلم ألفاظ وبيعلم معاني وبيعلم علوم، فالعلوم دي كلها جاية من الإيه؟ من القرآن. إلا أن أسلوب القرآن لا يؤثر في الغير، أسلوب القرآن ما يأثرش في اللي يقرأه. يعني اللي حافظ القرآن ويجي يكتب جواب ما يعرفش ينقي كلام كويس يكتبه، لو هو ما عندوش علم يعني. أسلوب القرآن من إعجازه أنه لا ينتقل إلى الغير. وأما أسلوب الأدب بتاعنا والإنشاءات دي تنتقل إلى الغير، تلقط لك من هنا كلمة، تشوف لك من هنا أسلوب، تشوف لك من هنا كذا. لكن علشان واحد يقرأ سورة ياسين ويحب يلقط كلمة، لا، ممكن واحد يحفظ قرآن كاملا ويقرأ آناء الليل وأطراف النهار وتقول له اتكلم كلمتين يقول لك ما أعرفش، مفهوم؟ لكن يقرأ كتاب أدب، يقرأ البيان والتبيين للجاحظ، يقرأ العمدة لابن رشيق، يقرأ دلائل الإعجاز لعبد القاهر، يقرأ كذا، تبص تلاقيه كلامه يتأثر بهذه الأشياء دي، لأن أنت الكلام اللي بتسمعه ده كلام بشر، فيمكن أنه يتعدى إلى الغير، ولكن أسلوب القرآن لا يتعدى إلى الغير مطلقا، مفهوم؟ فإحنا كنا بنقول كلمة يعرف به دي جاية عشان تبين لي ان تعريفات العلم دايما او العلوم تؤخذ للادراكات الجزئيه، اما الادراكات الكليه فلا تؤخذ. ولذلك تقول انت عرفت الله ولا تقول علمت الله، انت تقول عرفت الله، عشان العلم المعرفه للادراكات الجزئيه او الحاله البسيطه، ان انت ما ادركتش، لا يمكن وانت فين وانا فين يعني عشان ندرك، خدت بالك؟ فالادراك الكلي ما يتقالش لي أنا ولا لك أنت ولا لأي حد، أقول عرفت الله. كمان لأن المعرفة مسبوقة بعدم معرفة، أو أن المعرفة تكون بعد معرفة شيء ذهلت عنه ثم عرفته بعد ذلك، يعني عرفت شيئا سبقه عدم سبقته معرفة، واخد بالك؟ يبقى عشان ما يستدركوش على الحكاية دي، يبقى المعرفة لها حاجتين، يا إما يكون سبقت بجهل محض، يا إما يكون سبقت بجهل سبقه معرفة ثم أدركته بعد ذلك. عشان كده لا يمكن تقول أنا علمت الله حتى قالوا لا يعلم الله إلا الله سبحانه وتعالى. يبقى العلم يعلم به الايه؟ الكليات، خدت بالك؟ والمعرفة يعرف بها الجزئيات. واحنا لما نقصد تعريف العلم واستحضار المسائل بتاعته يبقى نقصد ايه؟ الجزئيات وليس الكليات، فنقول نعرف به كذا. علم يعرف به احوال اللفظ العربي، احوال اللفظ الايه؟ العربي. ايه احوال اللفظ العربي اللي اعرفها بعلم المعاني؟ قال لك يا سيدي احوال التقديم والتأخير والذكر والحذف والقصر والايجاز والاطناب والمساواة، هي دي الاحوال، احوال اللفظ العربي دي، احوال اللفظ اللي انا اعرفها، اعرف احوال التأكيد وأحوال إيه؟ الحذف، أحوال الذكر، أحوال الإسناد، الأحوال كلها بتاعت إيه؟ الأبواب المختصة بعلم المعاني. كيف أعرف أحوالها؟ كلمة التأكيد والكلام ده كله أحوال اللفظ العربي، قال لك التي بها يطابق الكلام مقتضى الحال، التي بها يطابق الكلام مقتضى مين؟ يعني خرج لإيه هنا؟ قال لك خرجت أحوال اللفظ من الرفع والنصب والإعلال والإبدال
وغير ذلك من هذه الأشياء الخاصة بعلم النحو، لأن الأحوال دي لا بد منها في تصحيح أداء الكلام أولا، ملهاش دخل معانا في المعاني والبلاغة. ولذلك احنا قلنا واحد يبقى عالم بالنحو يقدر يتكلم بأسلوب جامد ويرفع وينصب في الموضع المناسب، ولكنه لا يقدر على علم ايه؟ بلاغة. مفهوم الكلام ده؟ طيب أحوال التقديم والتأخير مطلوب أعرفها في علم المعاني ولا لا؟ ها؟ التأكيد والذكر مطلوب ولا ايه؟ طب ايه المطلوب أعرفه منها في علم المعاني وايه المطلوب ان انا معرفوش منها؟ قال لك هل المقصود ان اعرف ان هذه مؤكدة وهذه غير مؤكدة وهذه مذكورة وهذه محذوفة؟ قال لك ده مش المقصود، ده مش الايه يا مشايخ، وإلا فإن ده ضروري. امال انت هتجيب اصلك، انت لو عرفت ان هذا تأكيد وهذا ذكر وهذا حذف، لكنك لا تقدر على ان تراعي مطابقة كل مقام لمقتضى حاله فتورد كلامك على هذا المقام، يبقى انت معرفتش الاحوال بتاعت علم المعاني. تمام؟ يعني انا مش مطلوب مني لا اعرف احوال اللفظ العربي رفعا ونصبا وجرا واعلالا وابدالا وكذا، لان دي مش من اختصاص البلاغة، وانما هي من اختصاص النحو. خلاص؟ ودي مطلوبة في اداء الكلام. طيب مطلوب مني اعرف ايه تاني؟ قال لك مطلوب مني اعرف ان دي مؤكدة، ان دي مثلا مؤكدة، ان عبد الله قائم، ده تأكيد؟ اعرف ده ولا اعرف ان اجيء بان عبد الله قائم في المقام الذي يقتضيه؟ اذا لابد في علم المعاني من زيادة اتعلمها فاعرف بها ان حال ان محمدا قائم غير محمد قائم، وحال زيدا ضربت غير ضربت زيدا. مفهوم الكلام؟ يبقى هذا المقصود المعاني، يديلك ميزات الكلم ويعرفك بميزات الكلم فتراعي الاعتبار المناسب، فتأتي بالتأكيد في مقام التأكيد، وتأتي بالذكر في مقام الذكر، وتأتي بالحذف في مقام الحذف. هذا هو مقصود علم الايه؟ مقصود علم المعاني. مفهوم؟ هذه معنى يعرف به احوال اللفظ العربي، وقيدها الشيخ بقوله التي بها يطابق مقتضى الحال. تعرف لو سكت وقال احوال اللفظ العربي كده وبس، كنا قلنا قصد به معرفة النصب والرفع والجر والاعلال والابدال والتأكيد والذكر، نفس الحاجات دي لازم تعرفها. قال لك لا، بس هو قيده بقوله التي بها يطابق الكلام مقتضى مين؟ مقتضى الحال. فهمنا كده المقصود من علم المعاني هو ايه؟ طيب نأتي بعد ذلك إلى قضية أخرى، وهي أحوال اللفظ ومقتضى الحال. هل الحال ومقتضاه شيء واحد ولا الحال يختلف عن مقتضاه؟ لا تجب سريعا فلاصبر. هل الحال يختلف عن مقتضى الحال ولا مقتضى الحال هو الحال؟ يا أخي نعم، تقول ماذا؟ يختلف. طيب سنرى الآن، سنرى، ربما كان معه الحق ولكن يختلف. إن قلنا لماذا، ستقف في أول شارع الأزهر، وأنت عارف النهاردة زحمة ومش هتعرف. إحنا عايزين إيه؟ يختلف بالإجابة، أو لا يختلف يبقى في نوع من الإيه؟ من التعليل أو المعرفة. يختلف بين مثلا خلو البال يلزم مثلا عدم التأكيد، يقصد عدم التأكيد مثلا. والله يعني أنت أصبحت فيلسوفا كبيرا. خلو البال يقتضي خلو الذهن، تقصد يعني خلو الذهن يقتضي. طب وده مقام ولا حال؟ واحنا فرقنا بين مقتضي الحال ومقتضى الحال، صح؟
مش قلنا في فرق ما بين مقتضي الحال ومقتضى الحال؟ ماشي. على العموم هو يعني الشيخ برضو حاول ان يجيب، لكن احنا عايزين نقول ايه السبب في انهم سألوا السؤال ده وقالوا ان الحال هو مقتضى الحال ولا يختلف عن الحال ولا مقتضى، ايه السبب في الموضوع ده؟ اما قال لك الشيخ السكاكي رحمه الله تعالى اشار كلامه الى ان الحال هو مقتضى الحال، فقال حال التأكيد يقتضي كذا وكذا، وحال كذا يقتضي حال كذا. طب ما انت الحال ما هو التأكيد، هو نفس التأكيد، خدت بالك؟ الحال هو نفس الايه؟ هو التأكيد، والحال هو نفس الذكر. طب وانا هعمل ايه في التأكيد وبعد الا اني هجيب الحال ده هو، وبعدين انتوا بتقولوا لي ده مقتضى الحال. ام قال لك والله هم تسامحوا في هذا الامر، فالحال هو مقتضى الحال تماما لا يختلفان، ولكن هذه تسامحات فيما بينهم، الا ان مقتضى الحال ينزل من الحال بمنزلة الجزئي من الكلي، الا ان مقتضى الحال ينزل من الحال بمنزلة ايه؟ مقتضى بمنزلة الجزئي من الكلي. ازاي؟ الحال امر كلي، سننظر الحال ايه. تقتضي الحال ان فلانا منكر، خلاص. طيب تقتضي هذه الحال ان اولد كلامي على ايه؟ مقتضى ذلك الانكار، يعني ذلك الحال. طيب ما هو ايراد الكلام على مقتضى الحال؟ ما هو حال برضه، مش لما اجي اقول انا لواحد شاك في محمد قائم اقول له ان محمدا قائم، راعيت حاله وحال الكلام ايضا، فهو حال ولا مهوش حال؟ ما هو حال برضه، وفي نفس الوقت هو برضه مقتضى حال، لانه هو حال هذا المنكر اقتضت مني ان اورد كلامي على حاله معينه التي سموها بالمقام او بالاعتبار المناسب، فهو حال ايضا. فهو ايضا ايه؟ فهو حال ايضا. يعني التاكيد للمنكر يعتبر حال، بس التاكيد والانكار وايراد الكلام على مقتضى ذلك الحال هي اقسام الحال كلها، فكان الحال ده امر كلي، والتأكيد جزئي من جزئيات تلك الحال التي تكونت من هذه الأشياء. فاهمين يا مشايخ؟ يبقى إذن الحال هو التأكيد، وهو حال الممكن، خلاص، وهو إيراد الكلام على نفس مقتضى تلك الحال، برضو حال، برضو إيه؟ برضو هو حال، او يتقال عنه مقام، واحنا قلنا المقام هو الحال، بس في تسامح في الكلام، فكأن انت بتاخد جزئية واحدة من الجزئيات الثلاثة المتعددة المتركبة من بعضها وتقول على حال التأكيد، حال الذكر، حال الحذف، مع ان انت واخد جزئية فقط، وحتبص تلاقي حال الانسان تقتضي الحذف المسند، احذف، يقتضي ذكر المسند، افرض واحد غبي يقتضي ان اذكر المسند ولا لا؟ طب ما هو ده حاله. طب وذكري انا للمسند؟ ما هو حال برضه، خلاص. طب وايراد الكلام على تلك المساله بذكر المسند برضه مش حال ولا مش حال؟ ما هو حال برضه. يبقى انت لما بتاخد الذكر هتقول انا خدت جزئيه من كلي، فكأن الحال ومقتضى الحال هو نفسه شيء واحد، إلا أن تعلق المقتضى بالحال تعلق الجزئي من الكل. مفهوم الكلام؟ بس كده. يبقى إذن الحال والمقتضى ما إيه يا أخوانا؟ ما يختلفون، لا يختلفان. يبقى إذن إحنا بنقول إيه؟ الحال ومقتضى الحال هذا شيء واحد، التي بها يطابق الكلام مقتضى مين؟ خرج أيضا علم البيان،
خرج بهذه الكلمة معرفة أحوال اللفظ العربي. الجو حر عليكم شوية ولا إيه؟ طيب معرفة اللفظ العربي، أحوال اللفظ العربي التي القيد ده برضو أخرج لي إيه؟ أخرج لي علم البيان. طب ليه أخرج علم البيان؟ قال لك علم البيان يبحث في ماذا؟ يبحث في وضوح الدلالة على المعنى المراد. وضوح الدلالة بإيراد المعنى الواحد، ده تشبيه وده استعارة وده مجاز كناية يعني. هل أنا ساعة ما أقول محمد كالأسد البحث بتاعي في إيه أنا في علم البيان؟ في التشبيه. يا ترى تشبيه كويس قريب بعيد مش عارف إيه كده. هل أنا ساعة بحثت ذلك التشبيه راعيت الحال التي قيل فيها ذلك التشبيه؟ لا. ما توافقنيش. إذا كنت أنت حاسس إنك في حاجة تانية عايز تقولها قول. يعني أنا لما أقول رأيت أسدا يرمي، خلاص أنا بحثت الاستعارة دي. لما يجي البياني يبحث، ما احنا قلنا بيبحث في إيراد المعنى الواحد إيه؟ في طرق مختلفة. بعد خدت بالك؟ هو لما يجي يبحث من ناحية علم البيان هيقول الاستعارة دي متقالة الواحد يفهمها ولا ما يفهمهاش، ولا قيلت في مقامها ولا ما قيلتش في مقامها. هل له دخل بهذا الأمر؟ ليس له دخل. خلاص. وإن كان الأصل في كلامه أن يكون مطابقا لمقتضى الحال، إزاي الفزورة دي؟ وهو ملوش دخل في البحث. نقول له ساعة ما يبحث ملوش دخل بالمطابقة أصلا في علم البيان، لكن هو لو ما رعاش دية عمره ما هيبقى بليغ عندي. إنما أنا ساعة ما أبحث علم البيان ماليش دخل بإني مطابق ولا غير إيه ولا غير مطابق، مش هيبقى بياني بليغ إلا ساعة أن ياخد في تعريف علم البيان تعريف علم المعاني. تعريف علم مين؟ تعريف علم المعاني. مفهوم الكلام ده يا مشايخ؟ إذن إحنا كلمة التي بها يطابق المقتضى الحال أخرجت لمين؟ بعلم البيان. وأيضا قلنا عليها هذا قيد وضح لنا الأحوال اللي هي العادية زي أحوال إيه؟ النصب والرفع والحاجات دي، أخرجت ما يختص بعلم الإيه؟ النحو. كلمة اللفظ العربي ليه جابوها دي؟ قال لك والله ده اصطلاح بينهم، مش ضروري بقى ان هم يقولوه. ليه؟ قال لك بس هو اصطلاح جاري بين العلماء. طب ليه؟ قال لك اصل ده العلم ده موضوع للفظ العربي اساسا، ما بنبحثش في ايه؟ في علم غير العربي، في اللفظ غير العربي، انما احنا بنبحث في اللفظ العربي. طب ايه الداعي للقيد ده؟ ايه الداعي كلمه العربي دي؟ بالك لو هيتكلم عن البلاغه عامه يقدر يقول يقيد. ايوه، لان البلاغه دي عند الجماعه الانجليز وعند الفرنسيين وعند غير العرب وعند كذا وعند كذا، كل واحد ليه بلاغه برضه زي حالتنا احنا كده، وبلاغتهم تختلف طبعا عن قواعدنا احنا. لكن لما يجي يقول علم المعاني ده والمميزات بتاعه التراكيب بتاعتنا احنا، تقدر انت تلاقيها في تراكيب غيرنا؟ ما تلاقيش. ولذلك احنا قلنا الاسبوع اللي فات اظن ولا اللي قبله، قلنا ان ترجمه القران بالالفاظ بتاعته غير ايه؟ غير ممكنه. لانك لو ترجمت قل هو الله احد بالقران بغير العربيه هتلاقي الترجمه ركيكه جدا ومش هتادي الغرض. فلما تيجي تبحثها من ناحيه علم المعاني، ليه القل وليه جاب هو؟ ضمير اعرف المعارف ده ليه جابه هنا وبعدين جاب الله وبعدين جاب له احد؟ ما تقدرش تستنبط منه من الترجمة مميزات معنوية. عشان كده احنا بنبحث في اللفظ انه العربي. قال لك المفروض ما يقيدهوش، لان البحث بتاعنا اصلا في علم المعاني انما هو موضوع لللفظ العربي. فايه الداعي للتقييد؟ قال والله هذا اصطلاح جرى بين العلماء فقط. في النحو يقول لك اللفظ العربي، في العروض يقول لك اللفظ العربي، في مش عارف كذا يقول لك اللفظ العربي. طب ليه؟ قال لك والله ده اصطلاح، والراجل ما يلامش على هذا الايه؟ على هذا الاصطلاح. اذا انتهينا من تعريف علم الايه؟ علم المعاني ومعرفه
لماذا قدم علم المعاني على علم البيان؟ سيب البديع، لان البديع ده قلنا ما لوش دخل بالايه بالبلاغه، ده هو تابع للبلاغه. اتفضل. نعم. لو فكرنا العلم بالتعريف بالملكة مش هيدل على المساعدة. لماذا؟ الملكة دي موجودة في أي علم، مش شرط في علم المعاني. طب ما هو التعريف موجود في أي علم، هي كلمة علم ما هي موجودة في أي تعريف. لو فكرناها بالمسائل لا، أصل كلمة علم موجودة في أي تعريف. علم الفقه هيقول لك عليه علم يعرف به، وبعدين موجودة في أي تعريف، لأنك ما تقدرش تشيلها، لأن ده قدر وجهة مشتركة لكل العلوم. أمال أنت بتبحث فين؟ أنت أي يعني أنا لما أقول الشيخ مصطفى إنسان وأنا إنسان وهذا إنسان، وبعدين بروح جايب الجنس بتاعي وبتاعك وأروح في حاجة اسمها فصل، عارف الفصل يعني إيه؟ هو اللي يميز، ميزني أنا عنك، أنت عن إلى آخره. فهو لما جاب علم دي علشان برضو واحد زي حضرتك ما يعترضش عليه، قال لك ده قد مشترك، ده جنس في العلوم. وبعدين الفصل بتاع علم المعاني هو ايه؟ يعرف به احوال اللفظ العربي التي، والقيود هي اللي تلعب دورها في الاشياء اللي زي دي، هي اللي تتحكم. الانسان عالم طويل قصير كذا كذا، من بلد كذا، من بيت كذا، له ميزة كذا وله كذا. هل انا لما اجي اخد التعريف بتاعك اقول إيه ليه جبت لفظ انسان؟ ما لازم اجيب انسان، خدت بالك؟ فكلمه علم هذه جهه مشتركه في كل العلوم، مفهوم؟ فاما ان تعرفها بالملكه او تعرفها بنفس القواعد، ما فيش اي ايه، ما فيش اي مشاكل في هذه المساله. نعم. وينحصر في ثمانيه ابواب. أحوال الإسناد الخبري. أيوه. أحوال المسند إليه. ومش هتكلم أنا طبعًا عن معانيها دلوقتي، لأن معانيها دي كل باب هتيجي على حدة. إحنا نقول ليه انحصر في هذه الأول. نعم. أحوال المسند، أحوال متعلقات الفعل، القصر، الإنشاء، الفصل والوصل، الإيجاز والإطناب والمساواة. نعم. لأن الكلام إما غمر. هنا بقى الكلام اللي إيه اللي عايز نقول، هل هو انحصار؟ يعني طبعا مقدمة كل علم إنه يعرفك هو إيه، ويعرفك بعد تعريفه انحصاراته، يعني الأشياء التي يبحث فيها أو المسائل التي يبحث إيه التي يبحث فيها. انحصر في ثمانية أبواب. خلاص. كلام الشيخ رحمه الله تعالى يوحي بأنه ذكر لماذا ذكر أن هذه أبواب، وأفرد كل باب بالذكر، أفرد كل باب بالإيه؟ بالذكر. هو كان أحسن له عشان يقول لك وجه الانحصار، ما يقولش كده، لأن أنا لما أقول وجه الانحصار في العلم، وجه انحصار العلم غير وجه تقسيم هذا العلم إلى أبواب، كده ولا لا؟ يعني لما أجي أقول هذا البيت انحصر أو قسم إلى 20 شقة، الشقة الأولى كذا وجبناها في الدور الأرضي عشان كذا، والثانية طلعت فوق، والثالثة في الدور الرابع، والثالثة في الدور الخامس، وهكذا، يبقى ده اسمه تقسيم ولا وجه انحصار؟ تقسيم. إنما وجه الانحصار شيء آخر، وجه الانحصار شيء آخر. هو كان أحسن له بقى إن يقول الكلام إما مفرد وإما جملة، والمفرد له أحوال والجملة لها أحوال، ثم يتحدث عن أحوال المفرد، هل فيه ما هو فضلة وما هو عمدة، ويتحدث عن الجملة إن كانت لها متعلقات اسمية ولا فعلية ولا مقصورة ولا غير مقصورة. فيبقى في الحالة دي يبقى ده وجه الانحصار، لأن الكلام عندنا في العربي إحنا مفرد وإيه
ومركب يعني جملة مفهوم الكلام ده. فكان الأحسن عشان يبين وجه الانحصار إنه يقول إيه الكلام مفرد أو إيه أو مركب أو جملة مفهوم، وبعدين يشوف أحوال المفرد. المفرد ده يا ترى فضلة ولا عمدة؟ إن كان عمدة يبقى زي المسند، والمسند إيه؟ والمسند إليه. طيب لما هو مسند ومسند إليه مفرد ولا مركب الآن؟ ليه؟ المسند لما أقول زيد ده مفرد، وأنا هبحث في أحواله كده لوحده مفرد الأول. مفهوم يا مشايخ؟ خدوا بالكم معايا، لما أقول زيد لسه ما أضفتش إليه إسناده، بقول زيد يبقى ده مفرد ولا مركب؟ مفرد. ليه؟ لأنه مسند إليه أهو. طيب قائم ده إيه؟ مركب. لا ده مفرد برضه ولا لا؟ اللي هو المسند ده برضه مسند، يبقى مفرد مفرد حينئذ. فلما أجي أكونهم مع بعض وأقول زيد قائم بقى في إسناد هنا، إسناد إسناد، يبقى بقى كده إيه؟ يبقى قول لي جملة بقى عشان نسيب المركب، قول لي جملة، يبقى بقى كده إيه؟ جملة. كويس؟ أرجع تاني البحث المفرد، أشوف يا ترى المفرد ده عمدة ولا فضلة؟ أنا هشوف زيد ده مبتدأ مسند إليه، فضلة ولا عمدة؟ لا ده عمدة، خدت بالك؟ طيب قائم الخبر هو الإيه؟ الجزء المتم الفائدة، يبقى بقى عمدة ولا مش عمدة؟ عمدة. طب لما أقول زيد جاء أيد عمدة ولا فضلة؟ جاء زيد، زيد جاء عمدة. طب زيد جاء يضحك جبت ايه؟ فضلة. زيد جاء ضاحكا برضو فضلة. زيد جاء وهو كريم برضو ايه؟ فضلة. يبقى عمدة وفضلة مع بعضين. فهو الشيخ لو قال عشان يبين وجه الانحصار في الكلام، بدل ما يقول لأن الكلام إن كان لنسبته خارج فيبقى كذا، وإن كان نقول له مالك قسمت الكلام من ناحية النسبة ليه؟ الكلام لما نجي نقسمه نقسمه من ناحية النسبة ولا نقسمه من ناحية أجزاؤه في الأول وبحث أجزاؤه ونشوف علم المعاني ده انحصر في هذه الأبواب لماذا؟ يبقى التقسيم اللي هو الأقرب، وإن كان الشيخ طبعا جرى على ما جرى عليه السكاكي وغيره من العلماء، لكن التقسيم الأقرب إنه يقسمه بالمفرد والمفرد أحوال، والجملة والجملة لها أحوال، وساعتها لما يدور على مميزات المفرد والجملة مش هيلاقي غير الأبواب الثمانية دي، لن يجد غيرها. يبقى كده بين لي وجه الانحصار، لأننا لما قسمت الكلام ما لقيتش الكلام يأتي إلا في هذه الأحوال. لكن لما يجي يقول لي إن كان الكلام لنسبته خارج فإن طابقت أو لا تطابق يبقى الخبر، أو بعد كده إن كانت تحتاج إلى رابط فهي قاصر، يقول له أنت غرضك تعمل إيه الآن؟ تقسم الأبواب بتاعته، إنما إحنا عايزين وجه الإيه؟ وجه الانحصار. مفهوم يا إخواننا الكلام؟ ولا عايزين حاجة تانية فيها؟ طيب نقول كده، قول يا مولانا. نعم يا مولانا. هل في تسميته المسند عمدة والمسند إليه فضلة فيه حكمة ولا تسمية؟ بلا شك، لأن عمدة يعني معناها أنه لا يستغنى عنه في الكلام، يعني عليه تقوم الجملة، يعني هو ركن أساسي فيها، وفضلة يعني من الممكن أن نستغني عنه، خدت بالك؟ يعني من الممكن أن نستغني إيه؟ أن نستغني عنه. هذه معنى الفضلة والعمدة، هم بس بيجيبوا كلمات كده قليلة علشان تسهل على المتعلمين لما يجوا يعرفوها، انما هو ما فيش حاجه اسمها فضله عمده في الكلام، بس هم بيجيبوا كلام علشان يعني يسهلوا على مين؟ على المتعلمين. نعم. انا مش فاهم التقسيم. التقسيم والانحصار. التقسيم ان الشيخ رحمه الله تعالى اراد ان يبين لنا لماذا افرد كل باب على حده بالبحث فقط، فكأنه بيّن لنا وجه تقسيم العلم المعاني إلى هذه الأبواب. وليه ما خلاش مثلا القصر مبحوث مع مين؟
مع غيره من الابواب؟ وليه ما خلاش الاسناد مع المسند اليه والمسند؟ خدت بالك؟ فهو لما حب يتكلم حب يبين وجه التقسيم، ولكنه لم يبين وجه الانحصار. وجه الايه؟ وجه الانحصار. انا لما اقول البيت ده بني على اربع ادوار، والميزه في اني قسمته الى اربعه ادوار، ان ابني عايز دور، وابن الثاني عايز دور، وابن الثاني عايز دور، وابن الثالث عايز دور، يبقى ده تقسيم ولا انحصار؟ يا شيخ مصطفى تقسيم. لكن لما يجي واحد يقول لي لماذا حصرت هذا البيت في الاربع ادوار؟ ليه؟ اقول له عشان البيت ملوش عواميد، لو بنيت دور خامس يبقى في الحاله دي البيت هيتهد، فانا ما اقدرش ابني الا ايه؟ الا اربع ادوار. يبقى ايه الفرق بين وجه الانحصار وبين وجه التقسيم؟ فالشيخ رحمه الله اراد ان يذكر لنا هنا وجه الانحصار ولم يذكر لنا وجه الايه؟ ولم لا وجه التقسيم ولم يذكر وجه الانحصار، مع ان كلامه يفيد انه ذكر وجه الايه؟ وجه الانحصار. ثم نقول ان الخطيب ليس بدعا من غيره في هذا الامر، فغيره ايضا جرى على ذلك، فكأن ذلك تسامحوا فيه. ومش هنقدر نتهمهم بالخلط بين وجه الانحصار وبين وجه التقسيم، ما نقدرش نتهم دول، لان سادتنا العلماء. بس لما نيجي نبحث بحث دقيق هنقول ان في فرق ما بين وجه التقسيم وبين وجه الايه؟ وما بين وجه الانحصار. وضربنا مثل بالبيت اللي بنيناه على اربع ادوار، وجه تقسيم وغير وجه ايه؟ غير وجه انحصار. الساعه كام؟ 10 الى 10. احنا بدانا كام؟ 9. 9؟ يعني ناخد كمان 5 دقايق؟ يعني عشان ما تكونوا زهقتوا بس. طيب ان شاء الله. لأن الكلام إما خبر أو إنشاء. أيوه. لأنه إن كان لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه فخبر، وإلا فإنشاء. إن كان الكلام إما خبر وإما إنشاء. خلاص؟ إن كان لنسبته خارج، النسبة هنا المقصود بها أولا الخبر، أنا مش هتكلم عنه دلوقتي لأنه هيجي ذكره في تنبيه خاص. مفهوم؟ يبقى معانا كم حاجة عايزين نفهمها الآن؟ خبر وإنشاء ونسبة. إيه النسبة بقى؟ الخبر والإنشاء سيبك منه لأن هنتكلم عنه بعدين. النسبة هي إيه؟ قال لك والله بعض العلماء فسرها هنا في هذا المكان، لأن شراح المختصر كتير، فبعضهم فسر النسبة هنا بوقوعها أو لا وقوعها، يعني بوقوع النسبة أو عن وقوع الإيه؟ أو عدم وقوع النسبة. نقول له هذا تفسير خاطئ للنسبة هنا في هذا الموضع. يبقى اللي شرح الشرح ده وفسر النسبة هنا بوقوع أو عدم وقوع النسبة، نقول له هذا خطأ. هذا إيه؟ خطأ. طب الخطأ ليه؟ أما قال لك لأنك بذلك تخلي جزءا كبيرا من أجزاء الكلام عن النسبة. تخلي جزءا كبيرا من أجزاء الكلام عن النسبة. وإيه الجزء الكبير من أجزاء الكلام اللي هيخليه عن النسبة؟ قال لك الإنشاء. مفهوم؟ يبقى الكلام ما دام خبر وإنشاء، يبقى خدت نص وعملت له نسبة، وسبت نص بحاله اللي هو الإنشاء وأخرجته من النسبة. طيب ليه برضه؟ أما قال لك لأن النسبة في الخبر هي اللي تتفسر بالوقوع وعدم الوقوع، وأما الإنشاء فلا تفسر فيه النسبة بالوقوع وعدم الوقوع. إذن اللي نفهمه من الكلام ده إيه؟ حاجتين. أن كل كلام خبرا كان أو إنشاء أم إنشاء فله إيه؟ نسبة. خلاص كده كويس. يبقى الإنشاء له نسبة برضه، والخبر برضه إيه؟ له نسبة.
انما لو قلت طب لو النقطه الثانيه لو اننا فسرنا النسبه هنا بوقوع او لا وقوع يبقى عملنا ايه؟ اخرجنا نصف الكلام من ان تكون له نسبه، وهذا خطا، لان الانشاءات كلها لها نسب ولا تفسر نسبتها بالوقوع وعدم الوقوع. خلاص، انما اللي يفسر بالوقوع وعدم الوقوع هو ايه؟ فنسبه الخبر، هو نسبه الخبر. امال المقصود بالنسبه هنا ايه بقى يا اساتذه يا كرام؟ ما دام النسبه لي قلت وقوع وعدم وقوع اعترضت عليها، يبقى ما المقصود بالنسبه هنا في هذا الموضع من كلام الشيخ القزويني في التلخيص؟ ايه المقصود؟ قال لك المقصود بها تعلق احد اجزاء الكلام بالاخر. يبقى المقصود بالنسبه هنا ايه؟ تعلق احد اجزاء الكلام بالاخر. خلاص، ومعنى تعلق احد اجزاء الكلام بالاخر انك تفيد به فائده يحسن السكوت عليها، وانت لا تفيد بالكلام فائده يحسن السكوت الا اذا علقته بغيره. تمام، لما قلنا الكلمه في النحو عرفناها، قلنا ايه؟ قلنا ايه؟ كلمه، ها الكلمه لوحدها كده قول مفرد ماشي، وعلامتها وثمرتها انه لا يحصل السكوت ايه؟ لا يحصل السكوت عليها. يبقى متعلقه بغيرها ولا مش متعلقه؟ ليست متعلقه. اذا ليس بين الكلمه المفرده ايه؟ نسبه، لاني مش متعلقه بغيرها. فعلشان هي مش متعلقه بغيرها قلنا لا يحصل السكوت ايه؟ عليها. أما إن كانت متعلقة بغيرها، سواء كان الغير مستترا مقدرا أو مذكورا، فهنا يكون بينها نسبة، سواء كان الكلام خبرا أو كان إيه؟ أو كان إنشاء. فلما أقول لواحد مثلا استقم، كلام ولا كلمة؟ كلام. هنا يحصل السكوت ولا لا يحصل؟ طيب إنشاء ولا خبر؟ إنشاء. له نسبة ولا ملهوش نسبة؟ له نسبة. إيه هو النسبة؟ قال لك تعلقه بفاعله، لأنني أقصد أن أقول استقم أنت. يبقى أدي النسبة المقصودة هنا في إيه؟ ودي جبتها لك في الإنشاء وطبقتها لك في الإنشاء. لما بقول من أقسام النداء يا زيد، يا حرف زيد، واحد يقول لي فين النسبة يا اخويا هنا؟ يقول لي مقدرة ما تقدير الكلام، أنادي زيدا، أنادي، أنا بقول يا، جبت الياء دي ليه؟ يا زيد يعني أنادي زيدا، يبقى ده هو كمان في فعل وفاعل ومفعول، بس أنا استغنيت عن ده كله ورحت جايب يا، لأن يا دي مقدر مكانها إيه يا اخوانا؟ مقدر مكانها فعل، أدعو أنا زيدا، فعل وفاعل كمان. يبقى إذا في نسبة ولا مفيش نسبة؟ إذا فيه نسبة. يبقى لما يجي زي بعض الناس مفسر النسبة هنا في الموضع ده بالوقوع وعدم الوقوع، نقول له لا، أنت كده تحكمت وحجرت واسعا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي بال في المسجد ثم قاموا إليه بألسنتهم وأمرهم أن يضعوا على بوله سجلا أو ذنوبا من ماء، فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حجرت واسعا، برحمة ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ ما تتخصصش. فاللي فسر النسبة بالوقوع وعدم الوقوع هنا يبقى عمل إيه؟ حجر واسعا، لأنه أخرج نصف الكلام وهو الإنشاء عن مين؟ عن النسبة، واحنا نقول لا، هو داخل فين؟ هو داخل في النسبة. ساعتها بقى نوقفه ونقول له بقى لأن الكلام إما خبر وإما إنشاء، جه يفسر بقى الكلام وقال إن كان لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه.
بس والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، علشان أنا صوتي تعب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.